مرحبا برج الحمل، هذه قراءة عاطفية. أشوف إنك يا برج الحمل، أنت حالياً قاعد تمر بمرحلة مع الشريك، مو متأكد من المرحلة القادمة. هذا هو الشريك، هذا هو أنت، وهذا هو الشخص العائق بينكم. لأن الشريك عندك كان عندك أربع الخماسيات، وهو عنده فارس الخماسيات. أرى أنك كنت تنتظر ومتوقع من هذا الشخص الشريك أن في هاي المرحلة قدم لك شيء زيادة. متعود أن دائما هذا الشخص يبادر معك، دائما يكون موجود معك في العلاقة، يقترح عليك أشياء، دائما يحب يطور العلاقة، دائما هو اللي يقول خل ناخذ خطوة للأمام زيادة. ولكن حاليا وصلت معك تقريبا إلى طريق مسدود، لأن عطاء توقف. لماذا توقف العطاء؟ في أسباب راح نذكرها بعدين في القراءة. بس حاليا أنت كما أنك محبط أو مو مستعد حتى أنك تتخلى عن العلاقة، يعني أنت في مرحلة معلقة مع هذا الشخص، لأنك مستعد تتخلى عن العلاقة وهذا الشخص، ولأنك مستعد أن أنت تبادر بدل ما هو اللي كان دائما يأخذ الخطوات ويتصل ويقترح عليك أشياء. أنت مو مستعد أن تأخذ هذا الدور بنفسك، ولكن في حب كبير من جانبك إلى هذا الشخص. في عندك فارس الأكواب، الفارس المحب اللي مستعد أنه يعرض حبه. ولكن شنو اللي يمنعك؟ قلت لك في مانع عندك. شنو اللي يمنعك أن أنت فعلا تذهب إلى هذا الشخص وتكون شجاع وتعرض عليه كوبك من الحب، تعرض عليه مشاعرك، تفتح له قلبك، يعني بالمختصر تفتح له قلبك وتخبره بجميع ما هو في مكنونات صدرك. لأن أنت تشك أن في الكواليس في شخص ثاني، أو تخاف من وجود شخص ثاني، تخاف أن هذا الشخص لا يبادل لك المشاعر. احتمال علاقتكم لحد الآن لم تكن، خلينا نقول، رسمية، لم تختم بشكل رسمي. فمن أجل ذلك أنت تخاف أنك تخاطر، تحبه ولكن في نفس الوقت غير مستعد أن أنت تكون الشخص اللي يعرض عليه الارتباط، الزواج، لأن تخاف ماذا لو رفضني هذا الشخص، ماذا لو هذا الشخص عنده شخص ثاني، احتمال أنه كان في السابق متزوج، احتمال أنه كان عنده علاقة ثانية، وهي اللي راح نكتشفها من باقي القراءة. ولكن في مرحلة ما قبل أن تحصل هاي التعليقة عندكم، في مرحلة ما كان فعلا في تبادل بينكم للمشاعر. كان هذا الشخص واقع في غرامك، وانت ايضا واقع في غرامة بنفس المستوى. مريت بمرحلة قبل هاي المرحلة كان ما فيها خوف، ما فيها هموم، ما فيها تفكير بالمستقبل، كنتوا مثل ما نقول في قوقعة الحب مع بعض، وهذه كانت اجمل مرحلة بالنسبة لكم لان ما فيها خوف من المستقبل، وما كان عندك شك في السابق. كان في كوبين متبادل، ما كان عندك شك في السابق في مرحلة أن هذا الشخص يبادلك أو لا يبادلك، لأنه كان مثل ما قلت لك يأخذ المبادرات. المبادرات هي دائما تكون مثل مؤشر أنه يبادلك المشاعر، ولكن صار حين تغيير في هذا الوضع. كأنما من الكوبين صرت أنت عندك كوب واحد، كأنما هذا الشخص شوية انسحب من حياتك، أخذ كوبة، انضليت على كوبك، وهو أيضا أخذ كوبة ومحتفظ بكوبة. حاليا يمر بمرحلة لا أعرف، غير متأكد إلى من سأعطي هذا الكوب ومن من نصيب هذا الكوب. يحبك؟ إيه نعم يحبك، لديه كرت العاشقين. فأنت هني كأنما صاير عندك نظرة، أكثر ما يجذبني في هاي الفارس نظرة العتاب، نظرة القهر المكتوم، المشاعر المكتومة. الماء دائما يكون عميق، عندك مشاعر مكتومة، عندك أمور، أنت مقهور لأن عندك حب كبير، واثق من حبك لهذا الشخص، واثق من رغبتك فيه، ولكن في نفس الوقت مو مصدق ومنصدم أنه هو شوي انسحب من حياتك أو ما عاد مثل السابق، أخذ كوبا، تراجع شوي. وأنت عارف، لأنك عارف أن هذا الشخص حاليا في مرحلة إعادة تقييم كوبه الخاص إلى من سيعطيه. يعني كأنما هو أعطاك في مرحلة ما كوبا، ولكن ابتدى شوي شوي بطريقة تكتيكية ينسحب من حياتك ويمر بإعادة التقييم.
عنده كرت العاشقين، وعنده أيضا كرت فارس الخماسيات. ماذا يعني لهذا الشيء؟ يعني لأن هذا الشيء في البداية أو في مرحلة، ما مثل ما قلت لك، كان منجرف معك في المشاعر، كان يمر بمرحلة مثلك أنت، ما يقدر يسيطر على حبه تجاهك، مشاعره تجاهك كانت أقوى شيء، أقوى عامل في المرحلة السابقة. ولكن حاليا كأنما انتهت السكرة وجاءت الفكرة بالنسبة لهذا الشخص. الحين قام يفكر، الحين قام ينظر إلى الماضي والحاضر والمستقبل، وفعلا يقيمك أنت كشريك كشخص. يعني قام ينظر إلى الأمور بموضوعية، ليس فقط من مرحلة مشاعر وأحاسيس، لأن عند كرت العاشقين هو أيضا يبادلك. يعني هاي المشاعر مو كذابة اللي كانت بينكم، ولكن هو أيضا لديه شخص ثاني موجود. هذا الشخص يحول بين ارتباطكم، وكأنما هو الحين قاعد يقرر بينه وبين نفسه، هل أعطي كوبي إلى برج الحمل؟ لأن برج الحمل يتهيأ لي أن أنت الشخص الجديد في حياته، وأنت اللي بادلك المشاعر الجديدة، أو أرجع للشخص القديم، أرجع للشخص اللي معاه. الشخص الثاني لديه ماضي طويل معاه، علاقة طويلة على مدى سنين، أو علاقة متقطعة على مدى سنين، ولكن مبنية على تجارب أكثر. أنت بالنسبة لك أنما الحب الجديد اللي دخل حياته وغيرها، ولكن هذا الشخص الذي لديه تاريخ وياه، فهو الحين كأنما مثل ما قلت لك في السابق فارس الخماسيات وفارس الأرض من أبطأ الفرسان، جدا حذر، مهمته أن يوصل الخماسي إلى الشخص المناسب. هذا الحين قاعد يقرر من الشخص المناسب، وحتى إن كان عارف أنه هو أنت، قاعد يحاول وصل لك حبه بدون أن يزعل هذا الشخص، بدون أن يخلق لنفسه كارما سيئة. وراح أقول لك ليش. هذا الشخص لديه كرت العدالة، لديه Princess of Cups أو Page of Cups، الكوب الصغير، لديه تسعة الأكواب في نفس الوقت. كرت واضح، لديه هاي الكرتات مع بعض. أول شيء، هذا الشخص شئت أم أبيت يا برج الحمل لديه نوع من الأقدمية مع هذا، مع الشريك، كأنما هذا يقول أنا وصلت قبلك، حتى وإن دخلت أنت في حياته، ولكن وإن كان يحبك، ولكن أنا أقدم منك، أنا أحق منك بهاي المكانة. كأنما هذا الشخص حاليا مستعد، أن متوجه حاليا أن يختار شريك يتزوجه، وهذا قاعد يعرض قضيته، يقول له أنا أحق، أنا أعرفك أكثر، أنا مريت معاك بأمور أكثر. وأيضا لديه تسعة الأكواب، أرى أن هذا الشخص وعد الطرف الثالث في السابق بارتباط، وكان في توجه جاد بينهم نحو الارتباط. من أجل هذا أشوف حذر أن ما يخلق لنفسه كارما سيئة. احتمال أن حاليا انسحب من عندك ليس من أجل أن يرجع لهذا الشخص، كأنما راجع مجرد يحرص أن طريقة إنهاء للأمور مع الطرف الثالث تتم من غير أن يخلق لنفسه كارما سيئة. الكارما السيئة اللي احنا نسميها الحوبة، أو بدون، يعني ما يتركه في وضع خليه يدعي عليه، يقول الله ياخذ الحق منه. هذا اللي قاعد يحاول يسويه، ولكن هاي الرحلة أو هاي المشوار مع الشريك راح تاخذ وقت، لأن عند الفارس البطيء احتمال ياخذ خطوة بعدين ينتظر خطوة أصغر بعدين ينتظر، الموضوع راح يطول. هذا الشخص أيضا يحبه، ولكن الحب بينهم بالنسبة لشريكك انتهى من زمان. حاليا لا توجد مجرد مشاعر الاحترام، المودة، المعزة هي الموجودة بين الشريك وبين الطرف الثالث، ولكن الحب موجود من أجلك أنت. عند الكوب الكبير، الكوب الكبير هو أفضل الأكواب وأنقاها، الكوب رقم واحد،
موجه تجاهك أنت، ولكن أنت مريت في مرحلة الأكواب، حاليا تنتظر الارتباط الاستقرار من هذا الشخص. الارتباط اللي تنتظره هو اللي راح يطول، احتمال يرجع لك في العلاقة ويبين لك ويصارحك، أو أنت تحس بأن هاي الشيء قاعد يجري معه، ولكن الارتباط كارتباط رسمي راح شوي ياخذ وقت معه. فحاول أن تكون صبور أكثر، لأن أنت أيضا غير مستعد أن تأخذ خطوات جدية. كرت العدالة، وجود هاي الكرت عند الطرف الثالث يبين لي، وإن كنت أنت طبعا ما راح تنصف الطرف الثالث طبعا لأنه هو المنافس، ولكن كرت العدالة موجود عنده يبين لي أنه احتمال أنه فعلا هو له حق في هذا الشخص، مو له حق كثر ما أنه له أولوية، يعني احتمال جزء من قضيته المفروض فعلا تكون مسموعة، وهذا الشخص راح يسمعها، راح يحاول على الأقل أنه يكون مثل الإسفنجة، يستوعب الحزن اللي فيه، يستوعب الخذلان اللي سبب للطرف الثالث قبل أن يأتيك جاهز من أجل أن يعرض عليك شيء. لازم أول تتحقق عدالة، عدالة كلفت هذا الشخص أيضا، مسكين هذا الشخص، ترى قاعد أحس له بنوع من الشفقة، كلفته أيضا وقت، احتمال أكثر من الوقت اللي يكلفك أنت حاليا، لأن وعد في السابق تسعة الأكواب، وعد في السابق من شريكك أنت أنه راح يكون في زواج، مو بالزواج، كل شيء الباكج كامل، العرض كامل راح يكون بينه وبينه، راح يكون في زواج، أبناء، شراء منزل مع بعض، استئجار شقة، يعني وصلوا لمرحلة جدا خلينا نقول جدية في السابق، وبعدين حدث شيء فركش الموضوع، احتمال دخولك أنت في حياته، احتمال ابتدى الشريك يقع في حبك أنت يا برج الحمل. فمهما كان هذا الشيء اللي بينكم، من مصلحتك أنت أيضا، ليس فقط الشريك، أن تخلي العدالة تأخذ مجراها لوقت، يعني حتى لو الشريك حاليا انسحب من حياتك مثل ما قلت لك، أو ابتدى يتراجع شوي وأنت مش عارف شنو راح تكون خطوته القادمة ومنتظر خطوته القادمة، لا تكون في مرحلة انتظار، خليك في مرحلة تقبل أكثر، لأن فعلا في عدالة هني لازم تتحقق قبل أن يأتي. يعني شوف، أكثر شيء جذبني إلى البيج أوف كابس هو حزن، أنت مثل اللي مقهور أو مصدوم، ولكن هذا الشخص حزين وحزنه بسبب وعود الشريك، وأنت هذا غير ذنبك، يعني مو ذنبك هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت دام أن أنت تختار هذا الشريك لازم أيضا تعيش مع نتائج قراراته، راح يكلفك أنت أيضا شيء، ولكن من الشخص الذي سيدفع الأكثر في هاي القراءة هو هذا الشخص الطرف الثالث، لأن الشريك وصل من مرحلة تسعة الأكواب، مرحلة كل شيء راح يتحقق بيننا يوم من الأيام، إلى مرحلة الكوب الصغير، يعني انتهى وخرج من الموضوع بلا شيء، احنا نقول طلع من المولد بلا حمص، خسارة كبيرة، انت مجرد الأمور متوقفة عندك بدون نمو، صح؟ ولكن هذا الشخص خسر الكثير، خسر شخص كان المفروض يبني معه حياته، كانوا ماشيين مشوار طويل مع بعض، والآن هذا الشريك قرر أن يختارك أنت يا برج الحمل، وإن كانت الأمور متوقفة حاليا، ولكن الاختيار وقع عليك شئت أم أبيت، هذه هي الحقيقة. فاحتمال أن حاليا تكون في فترة رجوع بينهم، مو رجوع من أجل رجوع العلاقة، ولكن هذا الشخص ذكي، راح يرجع مجرد لفترة معينة، يأخذ بخاطر هذا الشخص، يحاول أن يعطيه طاقة إيجابية، يكون حنون معه، يحاول أن يطلع من دوامة الاكتئاب، لما يطلع من هاي الدوامة ما راح يتركه في وضع يدعي عليه، عرفت؟ يعني راح يكون انتهاء خاتمة إيجابية معه. راح أسحب لك أيضا كرت تبع المفاجأة في الموضوع،
إذا كانت راح تكون في مفاجآت. طبعا هذا الشخص أنا قرأت القراءة حاليا كشريك سابق، بس أيضا ممكن تنطبق على أن أحد من أفراد الأسرة، أم، خالة، شخص ساهم في تربية الشريك. جدا ممكن، خذ القراءة بما تناسبك وتناسب وضعك. كرة المفاجأة لبرج الحمل في العلاقة الثلاثية. The Metal King. Discipline, Armor, Boundaries. ملك المعادن. ملك المعادن أو طاقته قريبة، عنده سيف، طاقته قريبة من ملك السيوف ولكنه عنيف أكثر أو عقلاني أكثر. ملك السيوف شوي دبلوماسي، هذا إنسان جدا حاد، لا ينظر إلى المشاعر. الرسالة التي هني إن احتمال في الفترة القادمة أن تلاقي أن الشريك فعلا جاف معك. احذر من جفاف الشريك معك، ولا تخطئ، لا تفكر أنه لا يحبك بما أنه يظهر لك هذا النوع من الجفاف أو الصد أو عدم القبول لعرضك، لأن الحب جدا موجود وموجود لك أنت. ولكن هو ستكون مثل الواجهة اللي راح يضعها معك عشان تتسنى له الفرصة أن يضبط الأمور هنا، يحقق العدالة هنا. فأحذر، يعني لا تكون ردة فعلك، كن أذكى من فارس الأكواب في الفترة القادمة. لا تخلي ردة فعلك تكون نابعة من مشاعر، حاول تفهم الشريك من وجهة نظر عقلانية، حاول تفهم موقعه، أوكي؟ ولا تنغر بالمظاهر، ترى تحت هذا الدرع والسيوف والمظهر الجاف يوجد حب كبير، يوجد حب، يوجد اختيار، يوجد مشاعر. المشاعر اللي عاشها معك في السابق ليست كذبة، توجد ومعك، لكن فقط يعني حاول أن تنظر ما وراء المظهر في هذا الوقت. شكرا عزيزي.